أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام شهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الأليمة، مصيبة أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه رضوان الله عليهم، والسلام على أبي عبد الله ورضوان الله على أصحابه وعلى الشهداء الذين استشهدوا معه وفي طريقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم وجميع المؤمنين من المواسين للنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وبالخصوص لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يتقبل منا هذه المواساة بحق محمد وآل محمد. أيها الإخوة والأخوات الكرام، ما زال كلامنا في سلسلة الحلقات نلتقيكم بها، سلسلة الحلقات الخاصة التي هي تعنى أو تعتني بفضائل سيدنا أبي الفضل سلام الله عليه، ومن جملتها زيارة الإمام الصادق عليه السلام لعمه أبي الفضل العباس عليه السلام، حيث وصل بنا الكلام إلى الشهادة لسيدنا العباس، حيث قال الإمام سلام الله عليه: أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة. فهذه العبارات ثم أتبعها بقوله: والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم، إلى آخر كلام الإمام سلام الله عليه. حيث بعد أن شهد سيدنا الإمام الصادق شهد لسيدنا العباس عليه السلام بالتسليم، وتكلمنا عن التسليم، ثم عطف عليه التصديق والوفاء والنصيحة، وقلنا أن هذه الصفات الثلاث هي متفرعة عن التسليم الذي هو اليقين، يقين أبي الفضل سلام الله عليه، فلا بد أن تكون هذه الصفات في أعلى مراتبها، لأنها منبعثة عن التسليم، تسليمه لله وتسليمه لإمام زمانه، فلا بد أن تكون هذه الصفات في أرقى المراتب وفي أعلاها. وكونها هذه الصفات في نفس سيدنا أبي الفضل سلام الله عليه نابعة عن إيمانه ويقينه بإمام زمانه، فكان من هذه نتيجة هذا التسليم أنه كان مصدقا لإمامه، وكان وفيا لإمامه. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء، فكان وفيا لإمامه، ليس فقط لكونه الحسين لكونه أخاه وأنه الحسين ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، وإنما مع أن هذه صفات وتسليم لا بأس به ويحمد عليه، لكن تسليم سيدنا أبي الفضل ووفاء سيدنا أبي الفضل للإمام الحسين لكونه إمام مفترض الطاعة، لكونه حجة الله في الأرض، لكونه منصب من الله عز وجل، فكان وفاء سيدنا أبي الفضل عليه السلام للإمام الحسين ليس فقط من جانب الأخوة، ولا فقط من جانب كونه
ابن رسول الله. نعم هذه كما قلنا صفات جيدة، ولا بأس أن الإنسان يتبعه لهذه الأمور، لكن تسليم ووفاء سيدنا بالفضل لكونه في أعلى مراتبه، فلا بد أن يكون لكونه إماما مفترض الطاعة فرضه الله عز وجل على العباد. فوفاء سيدنا بالفضل هو لكونه إماما، لكون الإمام الحسين إمام مفترض الطاعة. ما هو الوفاء؟ الوفاء هو كلمة عربية، وتأتي إن هذه الكلمة بمعان بمعان عدة، تأتي بمعان عدة. المعنى مثلا من معنى الوفاء في اللغة هو التمام والكمال، تأتي لغة الوفاء بمعنى التمام والكمال، يعني تمام الشيء وكماله يسمى وفاء. ومنها التوفي، أن الإنسان إذا الله أراد الله أن يتوفى الإنسان أو يقبض روحه يسمى متوفي، الله يتوفى الأنفس، أي إذا تم رزقها وأكملت ما لها من رزق الله سبحانه وتعالى يتوفاها، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فهذه كلمة الوفاء، يعني تمام الشيء وكماله. أيضا تأتي بمعنى الخلق الشريف العالي الرفيع، الوفاء يأتي بمعنى الخلق الشريف العالي الرفيع أيضا. فممكن أن يكون سيدنا أبو الفضل بمعنى أنه وفى أتم ما عليه، وأيضا أنه صاحب خلق رفيع عال. في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي أنه كما في كتب التفاسير التوفية بمعنى كما يقول صاحب الميزان التوفية تأدية الحق بتمامه وكماله، وتوفيته عليه السلام أي إبراهيم عليه السلام وتأديته ما كان ما عليه من الحق في العبودية، أتم التأدية وأبلغها، لذلك الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه إبراهيم الذي وفى. في تفسير القمي علي بن إبراهيم حيث يقول أن التوفية أو في هذه الآية قال وفى بما أمره الله به من الأمر والنهي وذبح ابنه، يعني أن الله أمره بأمور وفى بها ونهاه عن أمور أيضا امتثلها، ثم أمره بذبح ابنه فأيضا ائتمر بأمر الله عز وجل وشرع بذبح ابنه. فالله سبحانه وتعالى وصفه بأنه إبراهيم الذي وفى. وأثنى أيضا في القرآن الكريم أثنى على الوفاء على إسماعيل على نبينا